السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكي منى من قناه خس النص مع منى وبس. لو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه واللايك والشير وتفعيلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. النهارده كنت عايزه اخد رايكم في حاجه عن خاصه بالقناه، لاني طبعا زي ما هي خاصه بيا هي برضو بتاعتكم لكل المتابعين يعني. فكنت عايزه اسالكم على ان انا عايزه اغير اسم القناه. في بنوته على الفيس اقترحت عليا الموضوع ده، قالت لي يا منى ايه رايك لو تسمي قناتك يوميات ام سمسمه. فعجبتني عجبني الاسم وعجبني ان انا كنوع من التغيير. بس انا يعني بحس ان الموضوع ان القناه لما بتبقى باسمها بتفضل باسمها على طول افضل. فمش عارفه، احترت بصراحه، قلت اخد رايكم طبعا، ورايكم يهمني جدا، ان انا اغير اسم القناه ولا لو حابين ان انا اغيره واسميه زي ما قالت لي بنوته يوميات ام سمسمه هغيره. لو مش موافقين وعايزين نفس الاسم خلاص زي ما احنا، مفيش اي مشكله خالص عندي. عشان كده يعني حبيت اخد رايكم في الموضوع ده. النهارده بقى ان شاء الله في بنات قالت لي يا منى عايزين نعرف طريقه الكوسه المشويه، انت بتعمليها ازاي عشان بيبقى شكلها حلو في التصوير وكده. فكنا عايزين نعرف الطريقه ازاي. فانا النهارده ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاع النهارده هوريكم ازاي طريقه عمل الكوسه المشويه. هي سهله جدا، مفيش اي حاجه، وكتروا من الكوسه يا بنات، بجد حلوه جدا وطعمها بيبقى حلو قوي قوي يعني. المشويه بتبقى بعشقها، انا بحب اعملها على طول. وفي نفس الوقت سعراتها الحراريه قليله جدا يعني، ما فيهاش سعرات يعتبر يعني. فحاولوا ان انتوا تكتروا من الكوسه ودايما تكون عندكم. هي انا عارفه ان هي بتبقى اوقات غاليه واوقات رخيصه، فمش عارفه لها حاجه. هي دي تعتبر الكوسه هي المجنونه مش الطماطم، لان اسعارها ساعات بتوصل ل 18 وساعات توصل ل 8 وساعات مش عارفه لها بصراحه. الكوسه عندنا مالها. فبس كده النهارده بقى، وما تنسوش صح تسيبوا لي في الكومنتات عايزين نغير الاسم ولا لا، من خس النص مع منى وبس ليوميات ام سمسمه. لو مش حابين زي ما قلت لكم عادي جدا، هيفضل زي ما احنا من اول ما بدات القناه يعني. وعايزه اسال الناس فين اللي متابعيني، ريهام واميمه وملك وبنات كتير قوي كانت بتتابع اكيد انا قلت دراسه او حاجه يعني. بس برضو كومنتاتكم وحشتوني وبحب اسال عليكم زي ما انتم بتسالوا عليا. فحابه اشوفكم يعني، وحابه اشوف الكومنتات بتاعتكم. بس كده بنات، النهارده بقى هنشوف اليوم الثالث في الاسبوع الثاني. في بنات قالوا لي احنا مش حابين النظام، وفي بنات قالوا لي لا احنا مكملي عليه، احنا بنحبه جدا. بصوا، هي قناه يعني لازم تشوفوا كل يوم حاجه مختلفه، فلازم نجرب ونعمل كل حاجه. ما ينفعش نفضل على حاجه واحده يعني، حاجه ثابته واحده، لا. فلازم نعمل كل يوم حاجه جديده، كل اسبوع كل شهر حاجه جديده، نجرب مع بعض الكلام ده كله. وبرده جالي سؤال انك من ساعه ما بداتي ما خسيتيش كتير. انا ما خسيتش كتير، لان بيجي عليا اوقات انا الحمد لله كنت 108، فاهمين قصدي، فدلوقتي 91 فبزيد وبطلع. ده انا بيبقى غصب عني، لاني اوقات كتير بلخبط وبقول لكم انتوا فاهمين. وبيبقى عندي ولادي برضو مثلا تعبانه، وجوزي مثلا عايز اكله معينه، فبيبقى من ده. انما لما كنت بنت لوحدي خدت ال 50 كيلو ورا بعض، خسيتهم ورا بعض. فالموضوع انا حتى لما اتجوزت حسيت فعلا باختلاف كتير جدا، ان قبل ما اتجوز وبعد ما اتجوز. قبل ما اتجوز كنت لوحدي وبجيب الاكل اللي انا عايزاه وباكل لوحدي، وكانت الموضوع سهل سهل جدا. فعشان كده اي بنوته لوحدها لسه ما اتجوزتش وعايزه تخس تلحق تخس دلوقتي. الموضوع بعد الجواز بيبقى صعب جدا جدا بصراحه، صعب جدا يعني. جوزك برده مش عايز ياكل دايت، مش عايز ياكل اكلات دايت الكلام ده كله، فانت هيبقى غصب عنك هتعملي اكل ليكي ولا ليه ولا للعيال. فانا الموضوع بيبقى بالنسبه لي صعب من كده، هو ده اللي بيبقى صعب عليا، وده اللي بيخليني اتاخرت شويه في نزول الوزن. فعشان كده البنات اللي قالت لي برده انت اتاخرت يعني في الموضوع ده، فهو ده السبب والله. واكيد كلكم امهات ومجربين الموضوع ده، انك انت بتبقى صعب ان انت تعملي ليكي ولجوزك ولعيالك يعني الاكل اللي انت بتعمليه كله مره واحده، والبيت كله بياكل منه مره واحده. فبس الحمد لله يعني جوزي بيشجعني برضو وبياكل معايا الاكل الصحي، لان الاكل الصحي مش وحش. الاكل الصحي يعني ما فيش مقلي، ما فيش زيت كتير، ما فيش سمنه كتير، بس هو الاكل المعتاد يعني، فاهمين قصدي. بس هي طريقه العمل الاكل هي دي اللي بتفرق. فحبيت انا اجاوب على النقطه دي برضو، عشان لو ناس كتير بتتسال نفسها وكده الكلام ده كله. انا حسيت بمعاناه كبيره جدا في نزول الوزن بعد الجواز، فعلا مسؤوليه واولاد وتعب وسهر وجوزك على مسؤوليته كل ده.
فهو ده سبب تأخير يعني. فبس كده مش عايز اطول عليكم، ما تنسوش بقى تسيبولي في الكومنتات تحت عايزين نغير الاسم ولا لا. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتشرفيني وتنوريني معانا ومع البنات اللي بيتابعوني. وبس كده، وتعالوا بقى نشوف هنعمل اكل ايه النهارده، وهنعمل طريقه عمل الكوسه المشويه ان شاء الله مع بعض. ويلا بينا نبدا يومنا النهارده. صباح الخير يا بنات، النهارده ان شاء الله هاخد اهو كوبايه نسكافيه عملتها، بس حليتها معلقه عسل نحل لان السكر ستيفيا خلاص من عندي. فهبعت اجيب من صيدليه العزب، انا بجيبها من صيدليه العزبي على فكره، متوفر عندهم بجيبه على طول منهم، عشان بس الناس اللي سالت، او من امتنان يعني، يا ده يا ده، وان شاء الله هتلاقوه عندهم باذن الله. امتنان يسالوهم ستيفيا بتاعهم اللي هو جاهز وهتلاقوه عندهم باذن الله. فصباحكم زي الفل، هشرب بقى نسكافيه ونشوف الفطار مع بعض ايه، واليوم كله باذن الله مع بعض. بصوا كده الفطار يا بنات، ان شاء الله هيكون 2 بيضه بمعلقه زيت، بمعلقه الشاي صغننه، ونص رغيف بس كده، فهيكون ده الفطار ان شاء الله. بصوا كده يا بنات، الكوسه بقى احنا هنقطعها، بصوا الشرايح كده، بصوا كده بتقطعيها بالطول كده كده، وبتحطي عليها ملح وفلفل وزعتر وبودره بصل وبودره ثوم ومعلقه مسترده من دي، تمام. نحط معلقه بس كده، وهقلبها بقى مع بعض واقعدها 10 دقايق، وبعد كده احطها على الجريل كده يا بنات. اهو زي ما انتم شايفين حطيت في الجريل نقطه زيت، تمام. وكوسه اهي هرصصها بقى كده. وتقلبيها بقى. بصي انا حاطه زعتر وملح وفلفل ومسترده ونقطه بصل، بودره بصل وبودره ثوم، نص معلقه ونص معلقه او اقل يعني، اللي يعجبك. اي بهار انت بتحبيه حطي فيه، بابريكا فيه كده، حطي اي بهار انت بتحبيه. ومعلقه المسترده بتفرق جدا، لو عندك كمان زبادي لايت حطي معلقه كمان، بتدي طعم حلو جدا. بس انا مش عايزه احط زبادي عشان دي هستخدمها في التونه، تمام كده بنات. بس كده هقلبها بقى لما تستوي الوش التاني، وهبقى اوريكم شكلها لما تخلص. بصوا كده يا بنات، اهو شكلها بعد ما قلبتها على الوش التاني بالشكل ده اهو، بس كده هتخلص بقى وهطلعها. بصوا كده يا بنات، الكوسه اهي بعد ما طلعت، بصوا شكلها حلو ازاي، سهله جدا. اعملوها بالطريقه اللي انا قلتلكوا عليها دي، واي خضار تاني فلفل جزر اي حاجه قطعوها كده بالعرض ورفيع، وتبلوها زي ما قلتلكوا، هتطلع حلوه جدا وهايله جدا ان شاء الله، هتعجبكم باذن الله. فبس كده هنشوف بقى طريقه عمل التونه، لاني هعمل تونه بالخضار المشوي. بصوا غدايا بقى النهارده يا بنات، عملت سلطه التونه ببصل وطماطم وخيار والكوسه المشويه اهو. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، حلوه قوي، وبتشبع الوجبه دي جدا جدا. انا مش حاطه فيها مكرونه ولا نشويات ولا عيش، هاكلها بالشوكه كده زي ما انتم شايفين. بس كده هيكون ده الغدا بتاعي. حاولوا تكتروا من الوجبات دي على فكره حلوه، اللي هي الوجبه اللي بتبقى في طبق واحد دي بتشبع، وكمان بتحس ان الطبق فيه ياما، لان انت حاطه فيه السلطه والخضار واللحمه او الفراخ حسب انت عامله بروتين ايه، بتحس ان الطبق كده مليان يعني، وهتشبعي، وفي نفس الوقت مفيش نشويات، تاكلي بالشوكه بالمعلقه، فدي حاجه حلوه جدا برضو، تحفز ان انت تاكلي حاجات من غير نشويات. بس كده. والعشاء ان شاء الله هيكون زبادي، انا مثبته الزبادي معايا الاسبوع ده كله، هاكل زبادي بس، فزي امبارح يعني، فعشان كده قلت اقول لكم في البيت في فيديو الغدا يعني، هاكل زبادي باذن الله، وبرضو معايا كوبايه شاي بلبن. وبس كده يومي على كده هيكون خلاص، ويا رب يكون عجبكم، وحاولوا ان انتوا تنتظموا، حبوا نفسكم، حبوا نفسكم، محدش هينفعكم ومحدش هيغيركم غير بنفسكم انتوا. محدش هيجي يقولك اقفلي بقك ومتاكليش، انت اللي هتعملي كل ده بنفسك، محدش هيعملك حاجه، انت اللي هتوصلي للوزن اللي انت بتحلمي بيه، وان شاء الله وان شاء الله هتوصلي ليه باذن الله، وهتبقي مزز المستقبل زي ما بقول لكم دايما. ان شاء الله هتبقي مزز المستقبل باذن الله، طول ما في اراده وطول ما انت بتحبي نفسك ان شاء الله توصلي لهدفك. وما تنسيش تشربي الميه وبس على كده. اشوفكم بقى بكره ان شاء الله على خير. عايز تقولي حاجه؟ نعم. شايفين الاوضه يا بنات، شايفين سمسمه مبهدله الدنيا ازاي؟ حابه تقولي حاجه؟ ايه قولي؟ باي باي. بس كده يا بنات بقى، انا هروح اتغدى واغدي سمسمة، واشوفكم بقى بكرة ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.